لقد مثلت ثورة 26 من سبتمبر عام 62 ميلادية فتحا كبيرا في حياة شعبنا وتاريخه الحديث، وشكل انتصارها الدفعة الأولى التي حركت عمليا عجلة المسيرة الوطنية المهيبة لاستعادة وحدة التراب الوطني كله على طريق استعادة المجد الحضاري لبلادنا. فلقد كان العمل على تحقيق الوحدة اليمنية أحد الأهداف الأساسية التي قامت من أجلها ثورة 26 من سبتمبر. ولم تكن عملية الإطاحة بالنظام الإمامي وإقامة النظام الجمهوري في الجزء الشمالي من الوطن، لم تكن بالنسبة لأحرار بلادنا وأبناء الحركة الوطنية سوى الخطوة الأولى على طريق إعادة وحدة الوطن كله أرضا وشعبا. وإذا كان انتصار الثورة في الشمال قد جاء بمثابة تحطيم لأحد الأسوار العاتية التي كانت تحول دون السعي العملي لإعادة توحيد الوطن، فلقد أصبح لزاما على الجمهورية الوليدة بعد ذلك أن تسعى لتحطيم بقية الحواجز التي تحول دون تحقيق ذلك الهدف، وفي مقدمتها الوجود الاستعماري في جنوب الوطن. وانطلاقا على هذا الدرب الوطني العظيم، عمل النظام الجمهوري الوليد في صنعاء على التحرك نحو هذا الهدف على اتجاهين. الاتجاه الأول العمل على تحقيق الوحدة الوطنية في الأجزاء الشمالية من الوطن وترسيخ قواعد النظام الجمهوري الجديد والدفاع عنه في وجه فلول القوى الإمامية، والاتجاه الثاني مد يد العون إلى الحركة الوطنية في الأجزاء الجنوبية من الوطن للتمكن من الانتقال إلى الكفاح المسلح ضد قوى المستعمر الغاصب. وعلى كلا الاتجاهين كانت مسيرة الجمهورية الفتية تستمد قوتها وعنفوانها من التفاف جماهير شعبنا حولها، والذين هبوا من مختلف المناطق شمالا وجنوبا منذ ميلاد ثورة 26 من سبتمبر لينخرطوا في جيشها مستميتين في الدفاع عنها والتصدي لمؤامرات القوى الاستعمارية وفلول القوات الإمامية. ولقد كان لتصاعد مد حركة التحرر الوطني العربي والدور الرائد الذي لعبته مصر على هذا الصعيد، لقد كان لذلك أثر كبير في توفير سبل الدعم والتأييد العملي لحركة المقاومة الوطنية في الأجزاء الجنوبية من الوطن ضد الاستعمار البريطاني. وما هو إلا عام واحد من انتصار ثورة 26 من سبتمبر في الشمال حتى انطلقت من جبال ردفان الشماء الشرارة الأولى للثورة الشاملة والكفاح المسلح ضد الوجود الاستعماري الغاصب، وذلك في 14 من أكتوبر عام 63 مستهلة دربا طويلا من الكفاح والتضحية لتحرير الوطن. وهو الدرب الذي أخذ يتسع يوما بعد يوم في امتداده على واقع الأرض اليمنية ومناطق تواجد سلطات الاحتلال، وفي حجم مشاركة أبناء الشعب اليمني وأحراره من مختلف المناطق شمالا وجنوبا في صولاته وجولاته النضالية ضد قوى الغاصب الدخيل. ولتغدو مسيرة المقاومة والكفاح المسلح في غضون فترة قصيرة مضطرمة نيرانها في أوساط كل أبناء الشعب، ويتأجج أوارها في وجه قوات الاحتلال البريطاني
حيثما يممت وجهها الكالح ذاك في نواحي البلاد. وليصل اللهيب الثوري الحارق بكل قوته وعنفوانه سريعا إلى عقر أوكار الاستعمار باشتعال أعمال المقاومة المسلحة والمواجهات العنيفة مع قوات الاستعمار في داخل مدينة عدن، ابتداء من عام 64 في نضال ثوري متواصل يستمد قوته وعنفوانه من انخراط ومشاركة مختلف أبناء الشعب وتنظيماته الوطنية والتفافهم حول مسيرة الثورة وبذل كل التضحيات التي تستدعيها، فضلا عن دعم النظام الوطني الجمهوري في الشمال لهذا النضال بكل الإمكانات المتاحة، إلى جانب التأييد والدعم الكبير بالسلاح والعتاد من قبل مصر العروبة والتحرر الوطني في عهد الزعيم الراحل جمال عبد الناصر. وهو التأييد والدعم اللذان جددت مصر التأكيد على الالتزام بهما عند زيارة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر لشمال الوطن ابتداء من 23 من أبريل عام 64 ميلادية، كما بيّنت ذلك مضامين البيان المشترك الصادر في ختام هذه الزيارة، وكما وضحت ذلك خطب الرئيس عبد الناصر التي ألقاها أثناء زيارته لعدد من المدن اليمنية، والتي كانت أشهرها وأكثرها دلالة خطبته التي ألقاها في مدينة تعز آنذاك. تنصرون دولتكم بفراوية لا بد أن تحمل عطاها وتخرج من عدن، لا بد أن تحمل عطاها وتخرج من الجنوب، فإن عدن عربية والجنوب عربية. وفضلا عن هذا التأييد الكامل الذي أعلنته مصر لحركة الكفاح المسلح من أجل تحرير جنوب الوطن اليمني من الاستعمار البريطاني، فقد جرى في هذه الزيارة أيضا إعادة التأكيد على تأييد مصر لموقف النظام الجمهوري في الشمال والثوار في الجنوب وكل أحرار الوطن في التمسك بيمنية الأرض والقضية والتصدي لكل محاولات الاستعمار بالالتفاف على حقائق التاريخ والجغرافيا والواقع عبر الصياغ والمسميات السياسية المختلفة التي كان يطرحها الاستعمار لحل أزمة وجوده في جنوب الوطن ولتحقيق مخططاته التآمرية وإفراغ المسيرة الثورية في الجنوب من مضمونها التحرري العظيم، الساعي إلى تحقيق الاستقلال وإعادة توحيد الوطن اليمني كله، وهو الأمر الذي كان يقض مضاجع الاستعمار العالمي والقوى الرجعية فتعمل على مقاومته بكل الوسائل، ومن ذلك تكثيف مؤامراتها على النظام الجمهوري في الشمال عبر توسيع الدعم والتمويل لفلول القوى الإمامية والمرتزقة والعمل على زعزعة الاستقرار وتأجيج أوار الصراعات الداخلية. لقد دفع ذلك كل الأحرار والقوى الوطنية لزيادة الالتفاف حول الجمهورية والعمل بكل الجهد من أجل ترسيخ أقدامها والتصدي لمؤامرات القوى الاستعمارية والسعي لتحقيق المصالحة الوطنية وجمع مختلف فئات الشعب وقواه وقبائله حول النظام الجمهوري من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في كل ربوع الوطن وتعزيز أركان دولة النظام والقانون حتى تستطيع الثورة أن تصل بخيرها إلى جميع أبناء الشعب وحتى تتمكن من التواصل الأقوى مع حركة الثورة المسلحة في الجنوب وصولاً إلى طرد الاستعمار وإعادة تحقيق وحدة الوطن كله.
وهي المهام الملحة التي ألقت على كاهل النظام الجمهوري الجديد أعباء جساما، وفرضت على كل الأحرار والقوى الوطنية تقديم أقصى التضحيات في سبيل الغايات النبيلة التي تتوخاها، حيث سقط على جبهة النضال الوطني هذه منذ انفجار الثورة العديد من الشهداء الأبرار من رجال الثورة وأحرار الوطن ومجاهدي الحركة الوطنية الأوائل في مواقف فداء ومواقع تضحية متتالية. توجها سقوط أبي الأحرار محمد محمود الزبير شهيدا مدرجا بدمائه في الأول من إبريل عام 65 في منطقة برط.